نحكي البنت أكلها طيب مثل إمها، قوية مثل إمها، بتحب الناس مثل إمها، طب الجرة عتمها بتطلع البنت لأمها. كلنا بنحكي هذا المثل، بس ما حدا فينا بعرف شو قصة هذا المثل. أنت مع هذا المثل؟ في منه، في منه. يعني عن جد البنت بتشبه أمها بالطباع وبكل شيء؟ مو كله، بس في إشي، في يعني جزء منه بيكون هيك. طيب تعرفي شو قصة هذا المثل؟ لا لا. ممتاز. أنت مع؟ طبعاً. يعني عن جد البنت بتشبه أمها بالطباع وبالعادات وبكل شيء. يعني مش 100%، يعني في منه، بس إنه الأم لأن هي مدرسة. في منه لأنه يعني بالآخر البنت مردها لمرباها وهيك، فأكيد بيطلع للأم كتير جزء. يعني أنا أظن إنه أحياناً بيكون صحيح إذا كانت الأم بتربي بنتها على طريقتها، وأحياناً بيكون بالعكس. يعني الأمثال دائماً بتلاقي في إشي عكس هذا المثل. أحياناً بيقولوا مثلاً الأم وردة والبنت شوكي أو العكس مرات. يعني فما يعني ما منعمم على كل الأشياء بهذا المثل. كل الأمثال في إلها عكس وفي إلها مقابل إلها. نقول ممكن ومش ممكن، يعني في مرات هيك ومرات هيك، مرات صحيح ومرات مش صحيح. مش شرط والله، ممكن تطلع عجوز هالبنت، إذا تطلع أحسن من أمها كمان. تعرف شو قصته؟ طب الجرة ثم تطلع البنت لأمها. هي يعني صار قصة مع مش عارف كيف، مشكلة زوجية بس مش يعني قديمة ناسية صدقا يعني. فلما نتجوزت تعرفي بقى زمان يتجوزوا صغار 12 و11 و13 سنة، مش مثل هالأيام. فصارت الأمور اللي بقولها أنت طالعة لأمك، وطلعت من أيامها حط الجرة عتمها بتطلع البنت لأمها، والأم مدرسة. عمي في مثل بحكي طب الجرة عتمها بتطلع البنت لأمها، هل أنت مع هذا المثل ولا لا؟ والله يعني البنت بنت أمها والولد ابن أبوه، هيك بيحكوا دائما. سمعنا الناس وأراء الناس بهالمثل، خلينا نعرف شو قصة المثل بهالفيديو. في العصر العثماني، حيث كانت الأمهات ينشرن الغسيل على السطوح، والسطوح كان محرماً على البنات، وإذا احتاجت الأم ابنتها في شيء لم تكن تناديها حتى لا يسمع أحد صوتها ولا يعرف اسم البنت، بل كانت تقلب قدرة مخصصة لهذا الغرض على فمها فتحدث صوتاً معيناً تعرفه البنت، فتطلع إلى أمها على السطوح لتلبية طلبها. واللي ربت